موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. وصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تفقده لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكتوبر الأقصر أسوان، حيث تفقد الوزير يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات في المسافة من محطة سوهاج وحتى محطة إسنا. كما أكد الفريق كامل الوزير أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية إلى 48 قطاراً و20 جرار، وذلك لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة. تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يفيد بأن وزارة الحج والعمرة قررت رفع عدد حجاج موسم الحج هذا العام إلى 1 مليون شخص من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفق الحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية. جاء ذلك انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله واهتمام المملكة بانتظام الفريضة وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية والتي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تدمير منظومة S-300 في مدينة دنيبرو أرسلتها دولة أوروبية لأوكرانيا، وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الضربة الصاروخية الروسية والتي نفذت من البحر أمس الأحد دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة S-300 وقتلت عدداً قد يصل إلى 25 فرداً من عناصر القوات الأوكرانية. وكانت سلوفاكيا قد أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة S-300 للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم انخفاضاً في درجات الحرارة، وإن درجات الحرارة تكون في المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام. كما أكدت أن الطقس خلال فترة النهار يكون ربيعي مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. ونختتم موجزنا الإخباري بأسعار الذهب والدولار، حيث شهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الاثنين. ووفقا لاخر تحديث سجل سعر الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري 18 جنيها و30 قرشا للشراء و18 جنيها و39 قرشا للبيع. واستقرت اسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين على مستوى الاعيار الذهبيه المختلفه وفقا لموقع جولد برايس توداي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1143 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها. وأخيرا وصل جرام الذهب عيار 18 نحو 857 جنيه. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.